الأهل أجمعين، إنه المصطفى المختار، ناداه الله من فوق سبع سماوات حين قال: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. السلام عليك يا سارة. وعليك السلام ورحمته وبركاته. بوركت يا سارة، فما أعظم هذه الآلة وما أطلعها. نعم يا فاطمة، وأنا أقولها بملء فمي لأسمع الدنيا كلها. إنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الإنسان الذي اصطفاه الله من فوق سبع سماوات حين قال: ورفعنا لك ذكرك. أجل، وهو يسكن في قلوبنا ونحن فداؤك أيها الحبيب، ونحن فداؤك أيها الحبيب. وفي فضلها